ديال ملعب شارل دو غول في البيت. هذه لا بريباراسيون ديال الراجل الماتش ديال ضد شبيبه القبائل هنا ملعب شارل دو غول بالعاصمه البنين مسمينو شارل دو غول في بنين. المهم شارل دو غول شحال قصر في ليزافريكان. المهم ليسونسيال ان شاء الله الرجاء تجيب الكاس من شارل دو غول ضد فريق شبيبه القبائل الجزائري. حصته يومه الاربعاء خصصها واخا كاين في بور ان تي بو لونترينور دو الرجاء ولكن كلنا تيقين فرحيمي مالونغو مذكور زريده حفيظي ان شاء الله يلعبوا عليها ويجيبوها امكانيه مشاركته في مباراه. والكاس مهم مهم بزاف للمغرب. هذا المدافع عبد الرحيم شاكير تدريبا انفراديا وستخوض العناصر الرجاويه حصه ابو شروان اخرى يوم الخميس على ان حتى المراد الماتش عشان نقدروا نهضروا على المدرب. دابا خليه يتكونسونطرا وان شاء الله يجيبوا الكاس من بعد. ولكن خاص واحد المراجعه كبيره لفريق الرجاء. الرجاء خاص رئيس كبير وخاص بزاف الحوايج. الرجاء الرياضي وصل صباح الاربعاء بكاري. الى البنين في غياب كل من سند الورفلي ومحسن متولي بالحليب. تا ان شاء الله غيكون من الكلي ديال لي ماتش ديال الماتش سعد الشافي.